خير؟ طلبت تقابلني تاني ليه؟ مش عيب تبقي راقصة محترمة وليك سمعتك ودكتورة جامعية وتكدب عليا؟ وانا هكدب عليك ليه؟ تخيلي لما ينزل خبر في الجرايد الفنانة ناريمان تجمع بين زوجين، عاشور جابر المتهم في قضية فساد ورجل الأعمال فارس عوض الله. انت جبت الكلام ده منين؟ ايه هنكدب تاني؟ الراجل اللي انت بتدور عليه بقى مركز مهم قوي في الدولة، بقى راجل جامد، وانا بصراحة اخاف اقول لك اسمه، اخاف على نفسي. طيب مكانه ايه وانا اقدر اوصله؟ مركز تطوير المناهج. واسمه ايه؟ انت طلبت تعرف مكانه وانا قلتهولك، بلاش حكاية اسمه دي. طيب حكاية بقى الدكتوراه المزورة دي انا هسكت عنها بدل ما بتستفيديش منها، انما حكاية جوازك من اتنين متهيألي يمكن ما اقدرش اسكت. خد بالك يا نعيمة. لا 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 يا حبيبي، انا مش عايزك تبقى زعلان كده، ده انت المفروض تبقى فرحان ان ربنا باين لك الحقيقه اللي كانت مستخبيه عنك. الو مساء الخير يا فندم. عز ابني. حاضر يا فندم، انا هتصرف معاه. شكر قوي. ايه يا جمال، عز ماله؟ ابنك فين يا هاني؟ بايت عند واحد صاحبه بيذاكره عشان عندهم امتحان بكره. يا غاز. ايوه يا عماد، ما تعرفش عز فين؟ مش عندك؟ الولد قال لي ان هو بايت عند واحد صاحبه بيذاكره. ما تتصل بيه يا عماد. افهم، الولد عامل صفحه على النت بيسرب امتحانات الثانويه العامه، وهو مطلوب انه يتحقق معاه، ولولا ان هم يعرفوا جمال كان زمانهم قبضوا عليه وراح في 60 داهيه. ازاي زيزو يعمل كده؟ ماليش دعوه، اتصرف انت وابوك وشوف الولد راح فين. ابني هيضيع مني. طب اقفلي يا غادة، اقفلي، انا هشوفه عند حد من صحابه. ايوه بابا، انت فين؟ انا عند مندور، في حاجه؟ غاده كلمتني وبتقولي ان زيزو طلع بيسرب اسئله الثانويه العامه على النت ومطلوب القبض عليه. زيزو، هلو. ايه ده، انت جاي لحد هنا عشان تطمن عليا؟ رفعت اجابه الامتحان على النت ولا لسه؟ امتحاني انت قصدك ايه؟ انت بتكذب ولا ايه؟ امك بقى كان ليها حق لما قالت لي ان انا ما عرفتش اربيك. البوليس بيدور عليك لما عرف انك انت ورا تسريب الامتحان، ولولا منصب ابوك كان زمان البوليس هو اللي مستنيك مش انا. انا ما عملتش حاجه غلط. اللي انت عملته ده هيضيع مجهود ناس كتير، ناس ذاكرت واجتهدت. واللي ذاكر واجتهد ده هيطلع ايه في الاخر؟ ولا حاجه. احنا عمالين نحفظ في مناهج ونذاكر في دروس بنخش ونرصها في الامتحان وبنطلع ناسيينها اصلا. انت بتفكر ازاي؟ انا مش فاهم. اقفل الصفحة دي حالا. حاضر. انت عرفت منين اسئلة الامتحان من قبل ما تدخل؟ ابو فادي صاحبي بيدي الامتحانات لفادي قبلها بيوم علشان يذاكرها. ابو فادي؟ وابو فادي ده بيشتغل ايه عشان يوصل كده للامتحانات بالسهولة دي؟ اللي اعرفه انه ماسك المناهج بتاعت وزارة التربية والتعليم. اسمه ايه؟ اسمه كمال. كمال ايه؟ والله ما اعرف اهله. طب يلا الحق الامتحان بتاعك. بالعلم ننير سماء الكون. عرفت انه شريك من الباطن في المدارس دي. مركز تطوير المناهج. كاف ألف كمال. اهلا وسهلا استاذ هلال، نورت المكتب. انت عارفني؟ طبعا، هلال كامل الصحفي المشهور. ده انت بقيت اشهر من نار على العلم. وعارف انا جاي لك ليه؟ الحقيقة لا، بس أنا تحت أمرك. أنا بعمل تحقيق صحفي عن فاسد جديد، مزور بيستغل منصبه في أعمال مشبوهة
واخر حاجه بقى كان بيسرب امتحانات الثانويه العامه. مش فاهم قصدك، انت عايز ايه بالظبط؟ عايز اوضح حقيقتك للناس. شهادتك المزوره خليتك تبقى مدير مركز تطوير المناهج. انت جبت الكلام الفارغ ده منين؟ مريم رياض او نعيمه اللي بقت نريمان. انا بحذرك تنسب لي اي حاجه انا ما عملتهاش، والا في اساليب قانونيه هستخدمها ضدك، وخصوصا انك ما عندكش اي دليل ضدي. الدليل انت عارفه كويس، فادي ابنك. فادي؟ وايه علاقه فادي ابني بالكلام اللي انت بتقوله ده؟ اساله قبل الجهات الامنيه ما تحقق معاه بخصوص تسريب الامتحانات. وعلى فكره انا اللي هبلغ عنه. ايوه يا فادي، اسمعني كويس، انت قلت لمين ان انا اديتك الامتحانات؟ كده عدى يومين يا حبيبتي ولسه الفلوس ما وصلتش. انا اسفه والله، بس انا مش عارفه اجيب الفلوس منين. معرفش، قلت لك اتصرفي، خدي بقى من بابي ولا من مامي. والله العظيم حاولت بس مش عارفه. بقول لك ايه، قدامك لحد النهارده بالليل، لو ما اتصرفتيش في الفلوس هتصرف عليك. حددت المكان؟ حصل يا باشا. بقيت كده يا معلم؟ بتبان جدك وبتقول ان ابويا هو اللي بيسرب لنا الامتحانات؟ ايه اللي حصل؟ ابويا كلمني دلوقتي ونفخني. جدك راح له الشغل وهدده انه هيبلغ عنا. يا ابني انت مش فاهم حاجه، انا جده جالي لحد هنا وقال لي ان البوليس عرف ان احنا اللي عاملين شوك، احنا لازم نقفل الصفحه دي حالا. زيزو اللي انت عملته ده صح؟ انت عارف لو مش عارفين ان انت ابني كان زمانك فين دلوقتي؟ بابا انا جده جالي قبلك وقال لي كل الكلام اللي انت ممكن تقوله ده. انا مش فارق معايا تغش في الامتحان ولا لا، لكن انت كده ممكن تسوق سمعتي. الله اعلم بقى لما جدك يعرف هيعمل ايه. مش بعيد يبلغ عنك عشان يتكرم في الوزاره ويشوشر عليا. خلاص انا هقفل الصفحه دي خالص. بالعلم السلم ده. مكتب الزهور. بالعلم ننير سماء الكون. التمثال ده كان في شقة مريم وكان مكسور، ايه اللي جابه هنا؟ التمثال متأكد ان هو ده المكان؟ يا باشا هو ده المكان، ده المكان اللي انا شفته وحددته على الجهاز. انا مش معقول هنفتش الناس دي كلها يعني ولا ايه؟ معقول ما بيردش عليك يا ابو ست خين يا عسل انت؟ انت مين؟ انا يا ستي انا عملك الاسود في حياتك يا روحي.
يلا نحلي بقنا بقى بشويه سكر كده يا سكر بالمناسبه السعيده دي. يلا افتحي ايدك افتحي ايدك يا اختي يا اختي يا اختي. كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. كلمت عصام؟ والله كلمته بدل المره 10 لكن ما ردش. انت عارفه ان اليومين دول يومين امتحانات فتلاقيه يعني مضغوط في الدروس. ما هو كل يوم بيخلص الدروس ويرجع البيت. اشمعنى امبارح بس اللي بات بره؟ لا اله الا الله. استغفر الله العظيم. انت محسساني انه لما بيرجع من شغله بيجي لازق جنبك مع انه بيفضل في الاوضه بتاعته قدام الكمبيوتر بالساعات وما بنشوفوش غير ساعه الاكل واحنا اللي بنندهله. انت سالت عليه صابرين؟ لا طبعا ما كلمتهاش. ما هو مش معقول هيروح لها وهي لسه عروس. خلاص اسكتي بقى وما تصدقيش دماغي. انا تعبان ثم ابنك مش صغير. لا اله الا الله. استغفر الله العظيم الذي لا يجيب العواقب سليمه يا رب. ده وقت تقفل فيه التليفون يا رؤوف. خلاص يا صابرين كل اللي فاتنا هنعوضه. صح. دلوقتي تيجي تليفونك يرن تيجي تقول لي خلينا صابرين يا صابرين. لا 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 تليفون ايه اللي هيرن؟ تليفون ايه اللي هيرن؟ تليفون مقفول مرمي ورا جثة هامدة فيما يجب ان يكون. بصراحة مش متفائلة يعني حاسة في حاجة. لا 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 انت لازم تتفقلي كده وتستبشري كده وعايز اسمع كده الزغروطه الحلوه بتاعت الدخله اللي احنا مستنيينها. ايوه 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 اهو 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 ايوه. انا عايزك كده تتاكدي ان جت اللحظه الحاسمه اللحظه التي سوف تكتب في التاريخ باحرف من نور في التاريخ. يا حسكت. يلا روح افتح. الحمد لله شفتك بالفانيلا. سوسو فانيلاتي بس. ايه ايه استاذ هلال؟ انا كلمتك لقيت تليفونك مقفول فكلمت فؤاد بيه هو اللي قال لي على عنوانك. هو انا معطلك عن حاجه؟ لا ابدا. لا ما انت قصدك لسه عريس جديد بقى واكيد يعني. ها قول لي عامل ايه مع الجواز؟ ما بقاش في وقت للجواز اساسا يا استاذ هلال. امال العروسه فين امال؟ ها لو في مشاكل قول لي. مفيش مشاكل يا استاذ هلال. طيب انا كنت عايزك في حاجه. اهو اهو كده بقى يبقى في مشاكل. لا في قضيه جديده. وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بإقالة وزير التربية والتعليم وتشكيل لجنة يرأسها سعادته لإعادة هيكلة الوزارة. من ناحية أخرى جاري التحقيقات مع المدعو كمال أسعد رئيس جهاز تطوير المناهج. وبعدين يا أستاذ هلال أنت كل شوية هتوقع لي وزير ورا التاني. أنا خلاص ما بقاش فاضل لي غير ثلاث وزراء. أنا خايف المرة الجاية تكون إقالتي على إيدك. نادى العلوان نون عين هيت
في حاجة؟ لا ده مش عندي. وقعت قلبي يا أنا بفكر المرة الجاية لما أجي أرشح وزير حبعت لك وأسألك مين من الشعب ما عليهوش حاجة. وحشتني اليومين دول للدرجة دي؟ وأكتر كمان. وعاملة إيه في العلاج؟ بدأت أحس بتحسن ودكتور عماد بيطمني. طب الحمد لله. أيوة كده. تبت جدع وقوية. وحشتني قوي، وحشتني لميتكم حواليا. يا اهلا وسهلا. يا اهلا، نورتي الاستوديو. ميرسي يا حبيبتي. هو احنا هنسجل امتى؟ حالا، اول ما سيدنا الشيخ يخلص تسجيل البرنامج على طول. ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ربنا يا اخوانا مستنينا، مستنينا نرجع لطريقه، لطريق الحق والرشاد. ربنا مستنينا، مستنينا نرجع له، مستنينا نتوب نرجع لطريقه. وهو مادد لنا ايده، مادد ايده لينا، باسط ايده لينا سبحانه وتعالى. قد يسألني سائل ويقول لي يا سيدنا ايه هي علامات التوبة؟ اقوم اقول الندم، الندم على ما مضى من ذنوب، والعزم الأكيد ألا نعود لمعصية ثانية أبدا. ربنا من فضله وكرمه علينا فتح لنا أبواب التوبة على مصراعيها سبحانه وتعالى. هو الغفور، هو التواب، هو الرحيم. سبحانك يا الله، سبحانك يا غفور يا تواب يا رحيم، سبحانك يا الله. عارفه نوع، أنا سمعت جملة لشاعر عظيم قوي بتقول قطمه أحسن من نحته. ده فعلا في شاعر عارف يقول كده؟ ده معناها إيه؟ معناها يعني إن الواحد المفروض ما يفضلش يمهد كتير ويدخل في الموضوع على طول. لما تدخل في الموضوع على طول. أنا بحبك. أنت قلت لي الشاعر ده اسمه إيه؟ هو مش شاعر قوي يعني، وبصراحة أنا شفتها على ظهر ميكروباص فعجبتني. مين؟ ده بابا، هتلاقيه بيطمن عليا عشان قلت له إني قاعدة معاك. ده أنت قايلة له بقى عشان تدبسيني وكده. ماشي ماشي، أنا موافق عامة، اتفضلي. أيوه يا بابا. جابر، جابر. ايوه يا استاذ هلال. مين اللي جاب الظرف ده هنا؟ في واحد جابه وسابه لحضرتك هنا، وسالته انت مين؟ قال لي الاستاذ لما يجي هيعرف. طب روح انت. ماشي يا باشا. Thank you.
عبادة. اللي حصل من عصام ده مصيبة. بعد كده أولياء الأمور عمرهم ما هيثقوا فينا. وإحنا مالنا يا أستاذ علي؟ وهو يعني علشان في مدرس طلع مش كويس فكلنا نتاخد بذنبه؟ من حق أهل البنات إنهم يخافوا ويقلقوا كمان. أنا نبهتكم قبل كده من علاقة عصام بالبنات ومفيش حد فيكم صدقني، لولا جت ولية أمره وفضحته ما كناش هنعرف. إحنا برضو ما كناش نعرف إن الموضوع ممكن يوصل لكده. الحمد لله إنهم وقفوه خالص عن التدريس، لأن ده ما ينفعش يبقى مدرس من الأساس ولا يؤتمن على بنات الناس. بقى منا يطلع منها كل ده؟ دي طلعت مش سهلة، لو عاملة لنا فيها الخجولة اللي بتتكسف. هي جاية، أنا مش هينفع أقف معاها على فكرة. عينها ده يا ده متضايق مني ولا إيه؟ أصلها عرفت موضوعك أنت وعصام. وهي عرفت منين؟ هو مش هي بس اللي عرفت، أكتشلي المدرسة كلها عرفت. منا سوري، أنا مش هينفع أفضل واقفة معاكي. تنزلت أنا محروس سيدة بسعد عن كليتي لمستشفى الحياة، وذلك بمحض إرادتي دون إكراه أو ضغوط من أي شخص كان. دي قضية بنتك، كانت بتاخد الناس الغلابة وتستغل فقرهم وتمضيهم على التنزلات عن بيع أعضائهم مقابل مبلغ مالي، وطبعا معظم كان بيبقى مصير الموت في الآخر. وقلنا بما إنك بتهاجم الفساد نجيب لك قضية جديدة لفاسد جديد تكشفه. بنتك غادة. عجبك الموقف اللي انت حاطط نفسك فيه ده؟ مش مكسوف من نفسك؟ عامل فيها دون جوان، ها؟ بدل ما تدرس البنات بالتربية والأدب راح تعلمهم قلة الأدب، مش كده؟ انت فعلاً عملت كده يا عصام؟ وترد على أختك مكسوف؟ يرد إيه؟ ولا حيعيد إيه؟ ها؟ ما كل حاجة واضحة زي الشمس أهو، وده كله نتيجة تربية أمك وده بيك. لا إله إلا الله، ما تهدى بقى يا ابو عصام. ما تقولنيش يا ابو زفت ابدا، انا خلاص انا ما خلتش غير صابرين وبس. الله، هو فيه ايه؟ عمال انت حاسبه فيه وكانوا سايبين البنات اللي اهاليهم ما عرفوش يربوهم، دي بنات عايزه الحرق. ما شاء الله عليكي، بقى البنات الصغيره المراهقه عايزه الحرق، ولا ابنك العائل ده؟ ها انت ايه يا اخي؟ انت مالك؟ انت اشطار يا اخي. الحمد لله، الحمد لله ان انا لميت الموضوع، الحمد لله ان انا قدرت الم الموضوع. ابو عصام اهدى بس، اهدى. مالونا كده كان زمانك دلوقتي مرمي في السجن، كان زمان فيديوهاتك مغرقه على الانترنت بفضايحك. بضيع مستقبله بايده، بضيع مستقبله بايده. صل على النبي، صل على النبي. عايز تتوصل يا ده بس يا عصام؟ عصام انا رايي بقى ان انتوا لازم تشوفوا له بنت الحلال، ما ينفعش كده يفضل مؤاخذه. يعني حلال ايه وحرام ايه يا رؤوف؟ هو اللي زي ده يقدر يتحمل مسؤوليه ولا يفتح بيت؟ ده ابن امه. استغفر الله العظيم، انت السبب في كل ده، انت السبب. معلش يا ابني، معلش يا رؤوف، انا اسف، تعبناك معانا يا ابني، تعبناك معانا. ولا تعب ولا حاجه، ولا تعب ولا حاجه، حصل خير الحمد لله يعني. بس فكروا في اللي انا قلته لكم ده. حاضر. يلا. حاضر يا حبيبي، شكرا. مع السلامه حبيبتي. السلام عليكم. مع السلامه. صلى على النبي بقى. يعني ايه مش هتدخلي الامتحان؟ انتي اتجننتي ولا شكلك كده؟ انا مش هروح المدرسه تاني. ليه بقى ان شاء الله؟
عايزة تاخدي كاس العالم في الفشل زي أخوكي؟ ولا جايز عايزة جدك يشمت فيا ويقول إني معرفتش أربيكي؟ تربية إيه اللي أنت بتتكلمي عنها؟ دي المرة الوحيدة اللي أنا جيت حكيت لك على الواد اللي كلمني على الإنترنت، خدتي مني الموبايل وعاقبتيني وبقيت خلاص شخص مش موثوق فيه وما ينفعش يخرج من البيت. في نفس الوقت اللي الراجل الغريب داخل بيته وبتسميني معاه في البيت عادي بالساعات. هو أنت عمرك فكرتي كده؟ تقعدي معايا زي أي أم وتسمعيني وتشوفي إيه مشاكلي وتحاولي بس تحليها لي؟ ده أنا عمري في حياتي ما سمعت منك ولا كلمة واحدة عدلة. حتى بابي كل مشكلته في الحياة إن هو بس يجمع فلوس. طبيعي، ما لقيتش أي حد في الدنيا يسمعني غير عصام. نعم يا أختي، والمفروض إيه؟ نسيب أشغالنا اللي بتصرف عليكي وعلى أخوكي ونقعد نطبطب عليكي وندلع فيكي؟ ثم تعالي هنا، ازاي بنت تكلم امها بالطريقه دي؟ هي اكيد احسن من الطريقه اللي عملتي بيها جدو اخر مره. طردتيه من بيتك وطلعتيه حرامي وهو اصلا كان بيدافع عني عشان يخرجني من المصيبه اللي انا فيها. مصيبه؟ مصيبه ايه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انا اللي سرقت مش جدو. وانت ايه اللي خليك تسرقي؟ ناقصك ايه عشان تسرقي؟ ناقصني ان انتوا تحبوني، ده اللي ناقصني. انت وبابي خلاص دمرتوني كل حياتي. اطلعي بره، اطلعي بره، انا مش عايزه حد في بيتي. ايه اللي جرى بقى؟ اطلعي بره من حياتي. خلاص خلاص بقى. انت ازاي تخبي عليا حاجه زي دي؟ كنت مستني نتيجة التحقيقات تخلص وكان لازم نوصل للشخص اللي بيبتزهم بالفيديوهات دي. انا اصلا الموضوع مش داخل في دماغي من الاساس اصلا، لان عصام اخويا عمره ما يعمل كده. قصدك يا صابرين؟ قصدي ان انت عايز تبوظ سمعه عيلتنا وتفضحنا عشان ترضي ام حضرتك اللي هي مش طايقاني من ساعه ما اتجوزنا. انت اتجننتي على فكره، اللي انت بتقوليه ده يا حبيبتي. يعني انا هرفق له التهمه دي؟ الله، يعني انا ممكن اعمل كده وافضح نفسي؟ انت اتجننتي؟ انت ازاي اساسا تسيب اخو مراتك يتحقق معاه؟ انا مش فاهمه. كنت عايزاني اعمل ايه؟ الله، تعمله ايه؟ اتسطر عليه؟ انت تحمدي ربنا انه خرج منها. يا مدام ده كان ممكن يلبس قضيه التخرير بقصر. عارف يعني ايه التخرير بقصر؟ كان ممكن يلبس قضيه نشر فيديوهات فاضحه لطالبات المدرسه اللي هو بيشتغل فيها. يا مدام بقول لك يا رؤوف، انا اخويا مش مجرم وخلي بالك من كلامك. روحي صالحيه يا حبيبتي، روحي صالحيه وقولي له يعملها تاني وتالت، يكررها عادي، يكررها، خليه يكررها عادي ويجيب الغلط عليا انا، مش انا اللي غلطان. تصدقي ان انا الغلطان ان انا وقفت جنبه في الازمه دي؟ بعدين تعالي هنا، انا عايز اتغدى جعان. لا منا هي اللي كانت بتسرق، احنا عمرنا ما حرمناها من حاجه. لا يا جمال، الموضوع اكبر من كده. انت ما شفتش البنت كانت عامله ازاي فوق؟ البنت منهاره على اخرها. الموضوع كبير مش صغير يا جمال. انت لو بتتابع عيالك يا استاذه كنت عرفت عنهم كل حاجه، لكن انت مهتمه بالقضايا وباسمك وبس. يا سلام، وبسلامتك كنت فين؟ ده انت طول الوقت بعيد عن البيت وبتعامله كانه اوتيل. ده غير الست الشمال اللي انت رحت اتجوزتها وبتصرف عليها دم قلبك. يا ده مش وقت الكلام ده، احنا في ايه ولا في ايه؟ الورق ده يخصك؟ ورق؟ الورق ده جالك ازاي؟ هو ده اللي يفرق معاكي؟ جالي ازاي؟ الورق ده لقيته على مكتبي النهارده الصبح، شكله كده يخصك. انت عايز مني ايه؟ ازاي ضميرك يسمح لك انك انت تجري في اعضاء الناس؟ انا وقتها عملت التنازلات بس، وبعدين انا ما غصبتش حد، الناس باعت وقبضت الثمن. تستغلي حاجه الناس وتقولي ما غصبتش على حد؟ انت جاي تحاسبني على حاجه عملتها من 12 سنه؟ انا ما كانش ليا اي دعوه بالبزنس ده، كل اللي عملته شغل قانوني وبس. اول مره احس ان انا عاجز ومش عارف اعمل ايه، ابلغ عن بنتي ولا اخالف ضميري واسكت؟ لو دي تيجي طبعا لازم تبلغ عني، جايز يدوك نشان ولا شهاده تقدير. وما تنساش بقى تبقى تطلع في كام برنامج تتكلم بقى عن الشرف وعن المبادئ و100 الف طز فيا، المهم الناس تسقف لك. جايز كده ارتاح ضميرك.
مفروضه من الاول، بس ما رضيتش عشان خاطرك. تعالى هنا، انت مش قلت لي ان انت اتخلصت من الورق؟ ابوك الدنيا مقلوبه عليا بسببه، وفي ناس كتير من دائما اللي بيعمله ممكن يسكتوه، وانا ما عنديش استعداد اخسرهم. وبعدين الدنيا علمتنا حبيبتي ما تخلصش من ترطفه ورق حتى، لان كل حاجه بيجي لها وقت ونحتاج لها. عامله ايه دلو؟ طب بالله عليك يا اما مش قلت لك تخلي بالك من صحتك؟ والله يا أم والله يا اما انا مستني بس اقبض واجيب لك الدواء ونازل على البلد طوال. لا يا اما لا يا اما ما تخافيش، ربنا كبير عمره ما هينسانا. يا اما ادعيلي ادعيلي بالله عليك. لا اله الا الله يا اما. هكلمك تاني هكلمك تاني. لا اله الا الله. سلام سلام سلام. مالك يا طه شايل همك ده ليه؟ أمي يا زينة سايبها تعبانة وشايل همها متسابة في البلد لوحدها. والله العظيم أنا لولا الشغل ما كنت نزلت على مصر. إن شاء الله هنقعد في الشغلانة دي كام يوم يا طه، وربنا يرزق بقرشين حلوين، وساعتها تروح تطمن عليها. إيه يا جماعة؟ مالكوا في إيه؟ إيه يا ابني مالك؟ مفيش حاجة يا رجل جلال، أنا بس كان عندي طلب، لو ينفع تشحن لي التليفون بتاعي عشان لازم أنا أكلم البيت كل شوية. معلش. آه ولو اني هخبط مشوار كبير عشان اشحنهولك، بس ماشي. معلش. معاك موبايل انت كمان عايز يتشحن؟ مش معايا الشاحن بتاعه. معاك شاحن جبره؟ شاحن جبره؟ انا معايا شواحن لكل الموبايلات. شوفوا شغلكم وانا هلم بقيه الموبايلات من الرجاله عشان اشحنها بالمره. عايز شغل؟ يا رب. احنا لسه نستنى كتير، مش مفترض تبدا تشرحهم؟ اما يحتاجوا الطلبيه هيكلمونا. طب ما نتصل بيهم احنا ونخلص. وانت مستعجل كده ليه؟ الاعضاء لما تنقل في الثلاجه مش حلو، لكن لما نقلها طازه هيبقى افضل كتير. انا قلقان حد من العيال اللي بره دي يحس باي حاجه. يا سيدي ما تقلقش، انا ساعتها هبقى اتصرف. ماشي. وانا واقفه في استوديو الاذاعه حصلت حاجه غيرت حياتي. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. معنى إيه الكلام ده يا أخوانا؟ هل معناه إن كل إنسان نسيبه كده يخلط عمال على بطال؟ الكلام ده معناه إن كل إنسان فينا ممكن يغلط ويكثر من الخطأ. خطاء بس يغلط ويتمادى في خطئه؟ لا، يجب على أي إنسان أن يتوب. لازم يرجع لربنا، لازم يتوب. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ومن فضل ربنا وكرمه علينا إن أبواب التوبة مفتوحة على مصراعيها في كل وقت وكل حين. حد يسألني ويقول لي يا سيدنا أبواب التوبة دي مفتوحة لحد إمتى؟ أقول له حتى تطلع الشمس من مغربها. سبحان الله، من فضله وكرمه علينا يفتح لنا أبواب توبته على مصراعينا آناء الليل وأطراف النهار. سبحانك يا الله وعفوك وغفرانك، غفرانك يا الله غفرانك. واتحجبت
وقررت أعتزل التمثيل وبدأت أحضر كل دروس سيد وبقيت ماشي وراه واتبعته في كل حاجة. وبعد مدة طلب مني سيدنا أني أطلع معاه في قافلة دعوة لقرية في الصعيد. لقد خلقنا الله وجعلنا خلفاء في الأرض لكي نطبق منهجه ونسير على شرعه في كل أمور حياتنا، وذلك لكي تكون كل حركاتنا وسكناتنا وتعاملاتنا عبادة خالصة لله رب العالمين. اللهم إني داع فأمنه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتجاوز عن سيئاتنا، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. قولوا معي يا الله يا الله يا الله، اغفر لنا يا الله. وبدأنا نقرب من بعض لدرجة انه اعجب بي. اسمعيني يا مريم وافهميني جيدا، انا استخرت الله ونويت اتجوزك. اتجوزنا انا؟ اه، انا اصلي بصراحة من ساعة ما شفتك وبدأتي طريق الهداية والتوبة وانا بشتهيكي. اي ست في الدنيا تتمنى تتجوزك يا سيدنا، بس انا خايفة من تجربة جوازي الاولاني. لا اطمني وما تقوليش كده ابدا، معايا ما فيش خوف، أنا الطمأنينة والأمان وأنت السكن والحنان. سيبي لي نفسك وما تخفيش. وإحنا راجعين من الصعيد عدينا على مكان وسط الصحراء، وقابلت هناك ناس غريبة ما كنتش حاسة وسطهم بالأمان. كان في شخص ملازمه طول الوقت، الجو وقتها كان حر دخلت أدور على مية ساعة، وانا مصدومة لحد ما قريت خبر في الجورنال عن حادثة الأوتوبيس. ده نفس الأوتوبيس اللي كان في المعسكر. وبعد 3 أيام أعلنت إحدى الجماعات الإرهابية مسؤوليتها عن الحادثة والدنيا اتقلبت. هذا وتقدم بعض القيادات لتقديم واجب العزاء، وكان بصحبتهم بعض المشايخ والدعاء في هذا الحادث الأليم الذي أمس أبناء هذه القرية، وكان من أبناء هذه القرية كثير من الشهداء. الراجل اللي كان معاه
هو نفسه، هو اللي شفته بياخد العزا في مركز الشباب. بعدها كان قدامي حل من الاتنين، يبلغ عن اللي شفته وساعتها مش عارفة ممكن يجرالي ايه، او اني ابعد عن سيدنا واختفي من حياته. استاذ هلال. ايوه. انت من ساعه ما دخلت حياتي وهي اتشقلبت، انا مش عارف ادخل انا ومراتي. يا انا كنت من زمان عايز اقول لك الحكايه دي. ما تقلقش، ما تقلقش خالص، كل حاجه ليها علاج. ما تشربش كاكاو. نعم. ما تشربش كاكاو. كاكاو ايه؟ كاكاو. كاكاو ايه؟ بقول لحضرتك انت السبب في مشاكلي، انا بقيت اشوفك اكتر ما بشوف مراتي. طيب ما تشربش كاكاو تاني. هيقول لي كاكاو تاني. قوم افتح، قوم افتح شوف مين. انا مكسر. قوم افتح بس. افتح ايه؟ قوم ما تتنحش. ازيك يا روبي؟ اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل اتفضل. انت ايه يا جدع، انت ايه اللي خلاك تمشي بدري وتسيب الجورنال كده؟ وبعدين انت ايه اللي معادك هنا اصلا بعد القلق اللي حصل ده؟ بقول لك ايه يا هلال، انت مالكش قاعده هنا. احنا ما نضمنش الناس اللي تسبب في سجنهم دول ممكن يسلطوا عليه حد او يعملوا معاك حاجه وحشه. هلال من الاخر كده بكفايه اللي حصل، انت هتيجي معايا البيت وتقعد عندي. انا ما برتاحش غير هنا يا دراز. عندي هترتاح اكتر ان شاء الله، حتى عفاف اختي هتفرح قوي لما تيجي معايا. انت كده يعني بتشجعني ان انا اجي معاك. هتيجي. انت سبت بيت بنتك؟ ليه كده يا استاذ هلال؟ ما ارتحتش هناك. خلاص، يبقى هتروح تقعد عند الاستاذ دراز زي ما بيقول، ومن بكره هيبقى معاك حراسه. ده حراسه ايه؟ لا 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 بلاش الحاجات دي، انا احب ابقى براحتي. مش هتحس بيهم، هو ده اللي لازم يحصل. وانا مش هتنقل من هنا الا لما تيجي معايا. طيب، في مشوار مهم هعمله انا ورؤوف، وبعديها حاجه عليك على طول. مشوار فين؟ هوصل معاك البيت واصالحك على مراتك، وهفضل معاكوا لغايه ما اطمن انك انت تمام. انك انتوا يعني صالحتوا يعني. ايه تمام؟ مش فاهم. ايه يا ماما؟ ده بيقول يا ماما. ايه يا حبيبتي؟ انا عندك في البيت. مراتك ضربه بوز ليه؟ ايوه ما احنا متخانقين يا ماما، احنا متخانقين. ليه كده بس يا ابني؟ خلاص خلاص خلاص، انا بعدت اجيب اهلها، بعدت اجيب اهلها، هنحل المشكله. خلاص يا ماما ارجو. خلاص انا مش ناقص مشاكل، ارجوك يا حبيبي. انا مش عايزه غير سعادتك. بقول لك ايه، تعالى وانا هحل لك الموضوع. ما انا جاي جاي دلوقتي جاي. مع السلامه يا حبيبتي. امك ست جميله والله. شكر جدا يا استاذ. لا ست جميله وبان عليها طفصه ومجنونه، ربنا يخليها لك. الله يخليك. خربت بيوت هي. طيب، في مشوار مهم هعمله انا ورؤوف، وبعديها حاجه عليك على طول. مشوار فين؟ هوصل معاك البيت واصالحك على مراتك، وهفضل معاكوا لغايه ما اطمن انك انت تمام. انك انتوا يعني صالحتوا يعني. ايه تمام؟ مش فاهم. ايه يا ماما؟ ده بيقول يا ماما. ايه يا حبيبتي؟ انا عندك في البيت. مراتك ضربه بوز ليه؟ ايوه ما احنا متخانقين يا ماما، احنا متخانقين. ليه كده بس يا ابني؟ خلاص خلاص خلاص، انا بعدت اجيب اهلها، بعدت اجيب اهلها، هنحل المشكله. خلاص يا ماما ارجو. خلاص انا مش ناقص مشاكل، ارجوك يا حبيبي. انا مش عايزه غير سعادتك. بقول لك ايه، تعالى وانا هحل لك الموضوع. ما انا جاي جاي دلوقتي جاي. مع السلامه يا حبيبتي. امك ست جميله والله. شكر جدا يا استاذ. لا ست جميله وبان عليها طفصه ومجنونه، ربنا يخليها لك. الله يخليك. خربت بيوت هي.
حطيت الاوراق فين يا جمال الزفت؟ العلاج جايب معاكي نتيجه وحالتك بقت احسن. انا عايزه امشي من هنا، زهقت. هانت كلها ايام وتكوني خلصتي برنامج علاجك. طب ما كمله في البيت. ماشي، اخرجك على مسؤوليتي. ماشي، زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. سامعوا امك يا رؤوف؟ ما تهدي شويه يا حاجه، هما لسه دخلوا عشان يخرجوا؟ وكمان ما دخلوش. هما ما عرفوش. ماما كده هتتعصب. مش دي اللي كلمتك وقالت لك لازم نحل الموضوع ده؟ عايزه تحله خالص. سيبك منهم يا استاذ وخليك معايا انا. ايوه ينفع راجل يسيب مراته الليلة دخلته وينزل؟ يا خبر ابيض. لا لا طبعا ما صحش يعني. ايه حتى لو كان نزل بسبب شغل مهم يخص ناس مهمة؟ لا لو شغل مهم يبقى معذور الحقيقة. يعني ايه معذور يا استاذ؟ الاستاذ رؤوف زي ما بيهتم بشغله يهتم بمراته كمان. والله اللي عرفه بقى اللي تحب حد تستحمله في الوحش قبل الحلو. وهو فين الحلو ده حضرتك؟ غلاويه او مراته. يرضيك يا استاذ واحد ما نعرفوش يتصل بيه في انصاص الليالي يقوم يسيب مراته وينزل؟ لا 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 ما صحش طبعا. ده مين ده يا رؤوف؟ ده يبقى يبقى كفايه كده او بصر عليكم على حاجه. رؤوف راجل محترم وبيحب بنتكم جدا وصابرين بتحبه، ومادام بيحبوا بعض يستحملوا بعض، مش كده يا رؤوف؟ مش كده اسمها ايه جاي صابرين؟ مش كده يا صابرين؟ لا مش كده بقى، مش كده بقى يا استاذ. وهي ركبت في دماغي انا هاخد البت دلوقتي ونلم هدومها ويلا على بيت ابوها علشان تعرف قيمتها. رؤوف لم هدومك وسيب لها البيت عشان تعرف قيمتك. لم هدومه ايه اذا كان هو في بيته؟ ما تكبرش الحكايه يا رؤوف، يومين ثلاثه كده وتروح تجيب مراتك، ما تسيبها زعلانه. انت رايح فين؟ هوصلك واروح البيت يا استاذ زلال. هتروح البيت هتقعد لوحدك؟ لا انت تيجي معايا هنقعد عند الدراز. لا لا الدراز ايه بس، انا ما اعرفوش لدرجه ان انا اروح عنده بيته يعني. لا بقى انا اعرفه لدرجه ان انا ممكن اعزم اي حد ببيته، وبعدين ده مش بيته، ده بيت عفاف اخته. يا سلام على عفاف، يا سلام على عفاف، ملاك ملاك. مش عارف ملاك دي مش ملاك. بقول لك يا استاذ هلال سيبني اروح بيتي، خليني على راحتي احسن. يعني ده اخر كلام عندك؟ حتى لو قلت لك على المصدر اللي بجيب منه القواضي؟ مين بقى المصدر ده؟ انت مش كنت عايز تروح باين؟ لا ده انا بس اصلي هروح البيت اجيب تريننج عشان واحنا قاعدين عند الاستاذ دراز ابقى يعني قاعد على راحتي. هجيب تريننج. مين بقى المصدر؟ يا سلام ربنا رزقني برجلين في ليله واحده، ما كنتش عارفه انك بتحبني قوي كده يا دراز. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. طب هلال نقول ماشي ممكن، مع ان بالنسبه له هو مستحيل مش ممكن، لكن رؤوف ده لسه عريس جديد. انا سامعاكم انتوا بتتكلموا معاه وعمال يشتكي ويقول انه عنده مشاكل قد كده مع مراته، اكيد اكيد هيطلقها. انت اتهبلتي يا عفاف؟ عايزه الراجل يطلق مراته عشان تتجوزيه؟ عايزه تبقي خربت بيوت؟ ركزي في اللي بتعمليه، ربنا يهديك. ركزي ركزي. يا مرحب يا مرحب، منورين والله والله منورين. معلش يا دراز يعني بتقلين عليك شويه. اوعى تقول كده، ده بيت اخوك يا هلال وضيوفك اصحاب بيت كمان. منور يا رب بيه. الله يخليك فينا. الله يخليك. ايوه عماد. لا انا مش في البيت، انا عند عمك دراز. ما هو بيت دراز بيت يا عماد، ما انت عارف احنا اصدقاء قدام. العباره فجاه وبعد كده فجاه رجعوا تاني، والخدمه هنا حلوه قوي قوي قوي. مع السلامه حبيبي. مع السلامه. الشديد
هي مجنونة؟ مجنونة؟ تشربوا حاجة؟ كتر ألف خيرك، كفاية إنك أنت مستضيفنا في بيتك المتواضع ده أهلا. إيه ده؟ يوسف وهبي؟ أيوة نهى، مشهد حزن. أنا مش في البيت، تعليلي على بيت دراز. لا ما هو بيت دراز ده بيتي، وهاتي كمان الواد زكي معاك عشان يمكن احتاجه في حاجة، ومنظور هاتي منظور. بصي أي حد مش لاقي حتة ينام فيها هاتي. يلا هو أنت بقى مش هتحكي لي على القضية اللي قلت لي عليها؟ هقول لك. عفاف عفاف. نعم. جهز العشاء بسرعة. عشاء ايه تاني؟ لحقوا جعوا، ده سبع عشاء بجهزه. انت اتهبلت يا عفاف، عيب كده، دول ضيوفهم عايزاهم يقولوا علينا ايه؟ مخنا. حاضر حاضر. دي كل تفاصيل القضية بتاعتنا، وهشرح لكم كل واحد هيعمل ايه بالظبط. أول حاجة هنبتدي بيها الكوافيرة بتاعت مريم. أنا فاكرة الكوافيرة دي عشان ماما مرة خدتني معاها وكان ساعتها عيد الطفولة وقالت لها تعملي شعري. هايل. عارفة مكانها؟ تقريبا كانت في نفس شارع مريم. تبقي تتحركي عليها أنت وزكي. مش عايزك تسيبيها إلا لما تعرفي منها كل حاجة. أنا نقهان بنت مريم رياض. بنت مريم رياض؟ إيه ده؟ هي مريم خلفت من ورايا ولا إيه؟ أصل الله يرحمها عمرها ما قالت لي حاجة زي دي. معلش أصل هي كانت مخبية عن الناس كلها. عامة أنا مش هعطلك. تعطليني ده ايه؟ ده انتي بنت الغالية، تشربي ايه؟ لا لا شكرا، بس انا جاي اسألك سؤال كده وهنمشي على طول. تمشي ده ايه؟ ده احنا هنتغدى ونتعشى سوا النهاردة. معلش خليها مرة تانية ان شاء الله. لا لا انتي شكلك كده مش طالعة الماما، الله يرحمها كانت ست كريمة جدا. الا قوليلي هو مين الاستاذ؟ ايه وهيكون جوزك؟ لا جوزي ايه، انا مش متجوزة. انا زكي. مع انه مش باين، بس تعرفي لؤي ابن اختي هيليق عليكي اكتر، شاب زي القمر. استني لما اكلمه، هو بيشتغل في بنك، ده زي القمر هيعجبك قوي. ايه يا حاجه ايه؟ لوك 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 لوك. انت نسيتينا احنا جايين ليه اساسا؟ معلش اصلها كانت وحشاني جدا. وحشاكي انت اول مره تشوفيها. كان في مذيعه برنامج ديني في الراديو بتيجي عندك، ماما تعرفت عليها هنا وبقوا اصحاب. مذيعه تقصدي الاستاذه ناهد فؤاد. نون فيه صح. طب قولي لنا بقى ناهد دي احنا نلاقيها فين؟ هي الحقيقه بقالها سنين ما بتجيش المحل، بس لو انتوا عايزينها يعني ممكن تلاقوها في مبنى الاذاعه. اول ما تعرفوا منها اسم المذيع تبلغوا دراز ومنظور. دي أول قضية نطلع نبحث فيها سوا يا ممدوح، عشان كده أنا متفائل قوي إن إحنا إن شاء الله هنوصل لحاجة بإذن الله. بس ما تنساش إن دي شغلتي، إن شاء الله هنوصل للنتيجة اللي أنت عايزها إن شاء الله. أهلا وسهلا. أهلا 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 أهلا، نورتوا مكتبي. ربنا يخليك يا فندم. نور حضرتك. أنا دراز أبو المعاطي، رئيس تحرير جريدة نبض الشعب. وأنا اللواء منظور شكري. وانا اتشرفت بيكم. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. فضلك. اموروني. احنا جايين نسال حضرتك عن المذيعه ناهد فؤاد. ناهد الله يرحمها ماتت؟ ايوه ماتت في المكتب هنا على الكرسي ده. يلا منظور اقعد يا راجل اقعد، بلاش التشاؤم ده اقعد. هي اصلها كانت تعبانه، كان عندها القلب، جالها كرشة نفس وضيق في التنفس، خدناها وجرينا على المستشفى، لحقناها. لحقتوها؟ طيب يا اخي طول من الاول وقعت ركبي، ليه قلت ماتت؟ ما هي بعد اسبوعين بعد ما خرجت من المستشفى جينا نديها سكريبت الحلقه بتاع البرنامج، لقيناها ماتت على الكرسي ده. لا فعلا يلا بينا يا دراس. لحظه انا بدات احس بنغزه في قلبي. انا مستعجلين ليه؟ ده انا طلبت لكم 2 قهوه ساده. الدوام لا متشكرين قوي. يلا يا منظور وشك حلو عليا قوي يا منظور. Thank you.
هذا وتقدم بعض القيادات لتقديم واجب العزاء، وكان بصحبتهم بعض المشايخ والدعاء في هذا الحادث الأليم الذي أمس أبناء هذه القرية، وكان من أبناء هذه القرية كثير من الشهداء. دي كل الأخبار اللي قدرنا نجمعها عن الموضوع. معتز، اطبع لي الأخبار دي وحط لي الفيديو ده على فلاشة. ها طه، ايه الأخبار؟ رجل جلال، معلش بس كنت عايز التليفون بتاعي عشان عايز اكلم البيت عندي. ماشي، عموما كلها يومين وتخلصوا وتخلصوا، وعندي ليكم خبر حلو. خير يا بيه؟ الشركه اللي انا تابعها طالبه عمال، وانا رشحتكم تشتغلوا فيها، هتعمل لكم عقود وبمرتبات ثابته. يا بركه دعاك يا ام، مش قلت لك هترجوا تحلقوا يا طه؟ بس يعني محتاجين يعملوا شويه تحاليل عشان مش اي حد بيتعين في الشركات دي. قلتوا ايه؟ موافقين؟ موافقين طبعا موافقين. يعني المذيعة اللي اسمها نهاد فؤاد اللي كانت هتوصلنا لسيدنا ده ماتت؟ ايوه. في خبر عن بعض القيادات ورجال الدين اللي راحوا يعزوا، ممكن سيدنا يكون واحد منهم. ودول هنعرفهم ازاي؟ ده في طابور مشايخ. طب في خبر تاني هو على لسان رئيس مركز الشباب اللي نظم الرحلة. لا كده؟ أعرب رئيس مركز شباب أطويح بالجيزة المنظم للرحلة عن بالغ حزنه لوفاة أبناء المركز، وقد صرح بأنه من قام بتنظيم الرحلة من أطويح إلى أسوان، وأن الضحايا ماتوا شهداء للوطن. وده خبر لقيناه، في أقوال مختلفة عن كل اللي قريناه. وريني كده. في سؤال أحد أقارب الضحايا عن الحادث أجاب بأن الاختطاف لم يكن بغرض القتل فقط، وإنما لأسباب أخرى. عايز اقابل اهالي الشباب دول. يبقى لازم نتحرك على أطفيح. قبل ما جمال يخلص شغله هتصل بيه، هقول له اني عايزاه في حاجه ضروري واني قريبه من مكان الشغل. اول ما ينزل لي هتصل بيك، تدخل انت المكتب وتجيب الورق. يا دكتور لو في حاجة بسيطة يعني عديها لي، أنا محتاج الشغلانة دي قوي. إلهي ما يحوجك يا شيخ. ماشي ماشي، يلا يلا اللي بعده. يلا يا رب. ورق ايه؟ انت بتتكلم بجد يا عمرو؟
لو اللي انت بتقوله ده صح يبقى غدا جت تحت رجلي. احنا لازم نتقابل دلوقتي حالا. اوكي باي. لا ما عملناش اللي في دماغنا ولا حاجه يا ماما. وبعدين ما خلو كلمك قالك ان احنا مع جده. طيب سيبينا هناك وقت الامتحانات عشان بنعرف نركز اكتر. اول ما هنخلص الو ماما. ايه بقى بتعملي ايه؟ ده برنامج ديني، حلقه كده بتتكلم عن الحجاب. ديني انت كويسه؟ اه الحمد لله. الحمد لله ربنا يستر بقى. جادلهم بالتي هي احسن وشاركهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم. يلا يا أولاد روحوا انتوا دلوقتي، واللي مش عارف معنى أي كلمة يسألني عنها المرة الجاية. يلا اتفضل. احنا اسفين اللي جاي لك من غير ميعاد، الناس في البلد قالوا لنا انك انت كبير هنا. العفو يا استاذ، الكبير ربنا. انا بعت الماهر وزمانه جاي، هو فاتح مكتبه ادوات مدرسيه جنبنا هنا واحنا في انتظاره. ربنا يبارك لك في اللي بتعمله مع الاطفال دول، هم المستقبل. عم ابراهيم، عم ابراهيم اهو جه. تعالى يا ماهر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الجماعه جايين عشان حادثه الاتوبيس. الباقي في حياتك في اخوك وفي كل اللي ماتوا. ونعم بالله ان شاء الله حقهم هيرجعوا. بس احنا عمرنا يا باشا ما سمعنا عن حق بيرجع بعد 14 سنه. ادينا بنحاول اهو، عايزين بس نعرف منك اي معلومه عن الحادثه. القضيه اتقفلت يا باشا، وبعدين كل المعلومات اتقالت في الجرايد وقتها. احنا بقى عايزين نعرف اللي ما اتقالش وقتها. وبعدين عم الشيخ ابراهيم قال لنا ان انت ما شاء الله شاب مثقف وهتساعدنا. البلد يا باشا اللي عين الحكومه بتغفل عنها بيحصل فيها اكتر من كده. انا اول ما اتخرجت اتعينت في مركز الشباب اجري يومي، ولاحظت ان الميزانيه اللي بتدخل للمركز بيتصرف ربعها بس، وللامانه الباقي كان بيتثبت في الكشوفات. بس بيروح فين في الحقيقه؟ الله اعلم. ولما حاولت ادعبس واتكلم في الموضوع مشوني من المركز بحجه تخفيف العماله. ولما العمالة اللي مضايقاهم تخف ايديهم هتخف اكتر. بالظبط. عاطف بيه مدير المركز بعدها عمل رحلة اسوان، وحصل اللي حصل. عرفنا ان في ارهابيين هجموا على الاتوبيس وقتلوا كل اللي فيه. ما هو ده اللي اتنشر في الجرايد. اللي ما اتنشرش بقى سعادتك ان الحكومة لما هجمت على الارهابيين لقوا كل الجثث اللي كانت في الاتوبيس متقطعة وكانت مفتوحة واعضائهم متاخدة منهم. يا ساتر يا رب. ما اتكلمتش ليه يا ماهر ساعتها وقلت الحقيقه؟ بلاش عشان الناس، عشان اخوك حتى. اتكلم اتكلم اقول ايه يا باشا؟ سعادتك احنا في بلدنا دي ممنوعين من الكلام، محدش فينا بيطلع له صوت، يوم ما صوتنا بيطلع بيبقى من صراخنا اللي برضه ما بيتسمعش. احنا يا باشا في البلد دي مش موجودين على الخريطه اصلا. حتى عم ابراهيم نظره راح من كتر البكا على بنته. ربنا يصبرك يا شيخ ابراهيم. إبراهيم إسحاق يوحنا. إيه؟ إيه ده؟ معلش اسمح لي يعني شيخ إبراهيم، يعني عم إبراهيم أنت إزاي تبقى مسيحي وبتعلم الأطفال قرآن؟ عم إبراهيم بيعلمنا القرآن من أكتر من 30 سنة، وكل الناس اللي هنا بيبعتوا لي ولادهم أحفظهم قرآن. يعني انت بنتك راحت على ايد الارهابيين اللي بيدعوا الاسلام وانت اديك قلتها بيدعوا. انا لولا حافظ كتابكم كلمه كلمه ما كنتش عرفت افرق بين الاسلام وبين اللي بيعملوه الناس دول. هو عاطف مدير المركز طلع في الرحله دي؟ اه كان معاهم. هو الوحيد اللي ما ماشي فيهم. اه راجل مؤمن قوي قوي قوي. اه
الإرهاب ما بيفرقش يا أستاذ هلال، ودي مش أول حادثة تحصل. إن شاء الله هتكون الأخيرة. الناس بقى في البلد كانوا بيقولوا إيه وقت الحادثة؟ هيقولوا إيه يعني غير اللي شافوه في التلفزيون؟ مجموعة إرهابية خطفت أتوبيس وقتلوا كل اللي فيه. وحضرتك بقى كنت بتقول إيه؟ في الحقيقة الخبر وجعنا كلنا. تخيل، تخيل الحزن لما دخل كل بيت، كل بيت فيه ابن أو بنت أو حد من قرايبهم كان راكب الأتوبيس ومرجعش. ولاد الكلب، ولاد الكلب، لو شفت الغل اللي في عينيهم يا أستاذ هلال وهم هاجمين على الأتوبيس. كانوا بيدوروا على المسيحيين الأول وفي الآخر طاحوا في الكل. يعني كانوا بيقتلوا المسلمين والمسيحيين، وانت بقى بوزي ولا ايه؟ شايفك سليم يعني. سليم؟ امال دي ايه يا استاذ هلال؟ ايه؟ رصاصة؟ شفت؟ رصاصة جت في رجلي ساعتها واغمى عليا. شوفوا ولاد الكلب ياخدوا كل الباقيين ويسيبوا الراجل ده بكامل اعضائه. سبحان الله. هنعمل ايه؟ ربنا دايما بيسترها مع الناس الغلابة. ما هو عشان بيسترها مع الناس الغلابة دلنا على طريقك. يلا بينا رؤوف. حلوة قوي حركة الرصاصة دي. ملعوبة. واضح ان الاخوه الفلسطينيين شادين حالهم اليومين دول على جيش الاحتلال. بيتقول كده ليه؟ اصل الطلبات زادت قوي، وده معناه ان في اصابات كتير في جيش الاحتلال، واكيد في حالات خطيره محتاجه علاج. المهم تكافئوا انتوا طلبيه دي علشان الياد ما بيروحش لجيش الاحتلال بس. الكليه المطلوبه في الشنطه، ودي نتائج تحاليل الناس الجديده. هيكون بخزينة امتى؟ وقت ما تعوزوا الناس تحت ايدينا. خوما كان واخد عندنا 7 رجالة وصحتهم حديد. خلاص تمام اكلمك. بلغ سلامي للاخوة في سينا. وده كده الحشو بتاعنا. اصحى رؤوف. عارف يا دراز، الشرطة دلوقتي ما بقتش في خدمة الشعب، الشرطة دلوقتي في حضن الشعب. اصحى رؤوف، اصحى اصحى، قوم نام شوية، ارتاح لك جوه، نام قوم ارتاح شوية، قوم نام على السرير جوه. صباح الخير يا جدو. ايه ده؟ انت اتحجبتي؟ اصل انا اتفرجت على درس دين عن الحجاب، بصراحة كده خفت من اللي اتقال فقررت اتحجب. انا كمان كنت بتفرج معاها على نفس الدرس ده، خفت من الشيخ لدرجة ان انا كمان فكرت اتحجب. انا مش متضايق من اللي انت لابساه، انا متضايق من كلمة خفت اللي انت قلتيها. اللبس ده المفروض يقربك من ربنا، مش عشان خايفة من واحد شيخ. اسمه ايه الشيخ ده عزيز؟ والله ما اعرف، افتح اللابتوب هتلاقي الدرس زي ما هو. كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. معنى ايه الكلام ده يا اخوانا؟ هل معناه ان كل انسان نسيبه كده يغلط عمال على بطال؟ الكلام ده معناه ان كل انسان فينا ممكن يغلط ويكثر من الخطأ. خطأ بس يغلط ويتمادى في خطأه، ما يتوبش، ما يرجعش، لا يتوب. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب. سيد نوح، رؤوف، رؤوف، اصحى اصحى. ايه انت مش قلت لي اريح شويه وبعدين؟ ما انت نايم بقالك مده.
انا عايز اقول لك على حاجه مهمه. قوم. ايه حاجتي؟ سيدنا واستكر المركب اللي في مذكرات مريم، يعني سيدنا نوح، بتهيألي ده اللي كانت تقصده مريم. هايل 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 هايل. ننام بقى وبعدين ننام ايه؟ احنا لازم نروح للسيد دلوقتي. نام ساعة، نام ساعة واحدة وبعدين نصحى نروح بقى زي ما انت عايز. مفيش صحيات، انت هتبلد. المجموعة اتقبض عليها ومين اللي هرب؟ بلغوا ان العملية اتلغت، مش هعرف اعملها لوحدي. حاول تسيب المكان اللي انت فيه بأسرع وقت حالا. انا لازم اتصل باخويا مؤمن، عايز اطمن عليه، يمكن يكون هو اللي هرب. وهجيب التليفون منين عشان تكلمه؟ معرفش، انا لازم اتصرف في التليفون. انت اتجننت؟ التليفونات ممنوعه علينا، احنا هنا في جهاد مش في رحله. اخوك لو حصل له حاجه هيبقى في سبيل الله. اهلا وسهلا، امرني. الامر لله. عاطف مدير مركز شباب اطفيح بعت لك السلام معايا. هلال كامل الصحفي، مش كده؟ مظبوط. عايز ايه؟ عايز حق العشرين شاب اللي اتقطعوا من غير شفقه ولا رحمه. 20 شاب وتقطعوا؟ انت بتتكلم عن ايه بالظبط؟ بتكلم عن حادثه الاتوبيس اللي حصلت سنه 2004، والشباب اللي انت تاجرت بعضها، انت وعاطف. عاطف الوحيد هو اللي طلع سليم من الحادثه. ايه التخاريف دي؟ تريس تريس يا مولانا. مش يمكن الناس بعد ما تقرا مقالي عن كواليس الحادث يبقى ليها راي تاني؟ الناس ما عندهمش غير الجهل والفقر، والجهل والفقر دول هما اللي بيخلوا الناس ما بيفكروش غير في حاجتين قوت يومهم علشان يقدروا يعيشوا، ويعيشوا بما يرضي الله. ليه؟ علشان يدخلوا الجنة، والجنة احنا اللي نعرف طريقها وبندلهم عليه، علشان كده بيسمعونا احنا. انتم مين؟ احنا اولي الامر، نحن رجال الدين. اللي زيك هم اللي بيشوهوا الدين، بيستغلوه لتحقيق مصالحهم، وهي دي حقيقتكم اللي انا هكشفها للناس. طب ما تعمل كده يا اخي، هو حد كان حيشك؟ ما انا كمان هطلع لنفس الناس واكشف لهم حقيقتك، وهقول لهم انك علماني كافر. مين اللي اداك الحق انك تكفرني؟ انا عارف ربنا كويس، وعلاقتي بيه مش محتاجة واسطة ولا وصاية من حد. وأنا بنصحك يا هلال، بلاش تقف في وجه الطوفان، خليك في المركب معانا عشان توصل لبر الأمان. المركب دي هتغرق بيكم لما الناس تعرف حقيقتكم. يا أخي انشر زي ما أنت عاوز، فلقتني. الناس يعرفوا حقيقتكم، الناس يعرفوا حقيقتكم في إيه؟ هنشوف، هنشوف الناس هيصدقوا مين فينا. هيصدقوا كلام الصحافة بإشاعاتها وأكاذيبها، ولا هيصدقوا كلام سيدهم؟ علي الطلاق لا يولعوا فيك النار انت وبيتك. النار دي هتحرقك انت وصاحبك لما أهالي الشباب يعرفوا اللي عملتوه في ولادهم. وانت ليه كده؟ كده ايه يعني؟ خليك صريح وتيجي دغري. مش عارف، حاسس ان الموضوع ما بقاش عاجبك زي الاول. ليه بتقول كده؟ مش عارف رضا، هو انت بتحبيني زي ما انا بحبك ولا لا؟ ماشي، عموما يا ست انا هسيبك براحتك، مش هضايقك تاني. عايز ايه يا زيزو؟ عايزني اقول لك بحبك؟ يا سيدي بتنايل، بحبك خلاص. انت قلتي ايه؟ بحب. لا انت قلتي زيزو، انت دلعتيني. انا هكلم الليلة اقول له. قلت حاجة أهم. طيب بقى. أنا قلت حاجة أهم. مش مهم اللي أنت قلتيه، زيزو دي أهم. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ أوعى يا عم، أوعى يا عم، أوعى يا عم، أوعى يا عم، يا رضا، أوعى يا رضا، يا رضا هات الموبايل. وهتعمل إيه دلوقتي يا هلال؟ هفضحهم زي ما فضحت اللي قبليهم. ما هو مش ممكن يسيب عالم زي دي تضحك على عقول الناس. ايوه بس الناس دي مش سهله خالص، دول قانونهم القتل وشرعهم التفجير. واحنا قانوننا الحق، وشرعنا الحب والتسامح والعدل. ايوه زيزو،
رضا؟ ايوه رضا، في ايه؟ انت بتقولي ايه؟ اتخطف؟ اتخطف ازاي ومين اللي خطفه؟ هو في ايه يا هلال؟ خطفوا زيزو. ايه زيزو؟